مساكم الله بكل خير مشاهدين برنامج سيدتي. قبل لا نبدا مواضيعنا وعناويننا احب ارحب زميلاتي مها وريم. اهلا وسهلا. مساك الله بالخير اودي اكيد، واسعد الله مساكم مشاهدينا، وكالعادة أنتم على موعد مع حلقتنا المتميزة بمواضيعها وأخبارها وضيوفها. أكيد أمسي على مشاهدينا وعليكم أكيد زميلاتي في حلقة متميزة بمواضيعها زي ما قلتي مها، وكل يوم عندنا شيء جديد سواء في أخبارنا أو حتى في مواضيعنا. مشاهدينا خلونا نطلع نشوف العناوين ونرجع لكم. في سيدتي اليوم، إصدار يتناول سيرة المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي، ما حقيقة تسبب العسل بالسرطان، حساب النفس ما بين مرارة الاعتراف بالأخطاء وتقبل الواقع، عندما يتحول السلف إلى دين هل يصبح مصدر للإحراج والمذلة؟ فأول أخبارنا اليوم لمحبين السينما، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم السعودي Before We Forget عن موعد طرحه في السينما السعودية اعتبارا من 21 أكتوبر، وهو من بطولة الفنان مشعل مطيري وإبراهيم الحساوي. وللحديث أكثر حول هذا العمل يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف مشعل المطيري ممثل وبطل الفيلم. أهلا وسهلا أستاذ مشعل. حياكم الله، يا هلا فيكم. في البداية لو تعطينا لمحة سريعة عن الفيلم وليش اخترتم ذا المسمى، ما اخترتم مسمى عربي؟ طبعا اولا هو الاسم قبل ان ننسى هو اسمه بالعربي، بس يمكن جاكم بالانجليزي، بس هو اسمه بالعربي قبل ان ننسى، وهذا الاسم الرسمي له. الفيلم الفيلم يسمونها فيلم الرحلات او التريب موفيز، هي عائلة أب وابن وحفيد يجتمعون في رحلة لهدف معين، خلال هذه الرحلة هم حيكتشفون أشياء كثيرة، من ضمنها يكتشفون العلاقات بينهم وبين بعض، فهم من الأعمال الدرامية يعني مبنية على رحلات العائلة يعني. نعم جميل، يعني أول شيء اسمح لي مبارك لكم على هالإنجاز وهالعمل الجميل، لكن أكيد كان في لوكيشنز أو مواقع تصوير مختلفة، لو تذكر لنا وين صورتوا الفيلم بمواقعه؟ والله الفيلم تم تصويره في أبو ظبي في شهر 7، ويمكن هذا شوي كان صعب شوي على الفيلم، يعني كانت الأجواء شوي حارة، لكن هذا برضه من طبيعة الفيلم وطبيعة الرحلة وانعكست كذا على الفيلم وعلى قصته، لكن كانت أيام جميلة بصراحة، وأنا يمكن دائما أقول أنا أسعد كثير صراحة في مشاركات السينمائية اللي كذا تقدم تجارب مختلفة، وأكيد أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم مع يعني أستاذي وصديقي العزيز إبراهيم الحساوي، هذا الفنان الجليل اللي أتشرف دائما صراحة بالعمل معه، والعمل معه له طعم مختلف، وأيضا الفيلم شاركنا فيه الفنان الشاب غازي حمد، والفيلم طبعا من إخراج الأستاذ نواف الجناحي ومخرج إماراتي شاب رائع، هو أيضا صاحب القصة. الفيلم فيه عناصر جميله يعني تجمع، اتمنى ان شاء الله تنعكس على الشاشه وتعجب المشاهدين باذن الله. اكيد احنا كلنا متحمسين للفيلم، ولكن احب اسال هذا السؤال، هل الفيلم ممكن انه يشارك فيه مهرجانات دوليه؟ والله ما اعتقد، لانه تعرفين من اهم شروط المهرجانات ان الفيلم ما يعرض في قاعات السينما، يعني اغلب المهرجانات يعني في يعني مهرجان ومهرجانين عالميين ممكن يسمحون الفيلم انه يشارك اذا عرض في السينما، لان اغلب المهرجانات تشرط انه يكون عندهم العروض الاولى للافلام. لكن الفيلم هذا صنع يعني بالصالات، ثم بعد ذلك يمكن يعرض على احد يعني البلاتفورمز يعني. نعم نعم. مين المشاركين معاكم استاذ مشعل في هذا العمل؟ هو الفيلم من ثلاث شخصيات رئيسيه، الاستاذ ابراهيم الحساوي وانا والاستاذ غادي حمد، هي الشخصيات الرئيسيه العائليه. جميل. وايضا شارك معنا الفنان احمد الحسن كضيف شرف. نعم جميل، يعطيك العافيه استاذ مشعل المطيري، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك.
أكيد. خلونا ننتقل إلى خبرنا الثاني واللي كثير متحمسين عليه، يمكن معرض الكتاب الدولي، وخصوصاً من بعد ما تم الإعلان على عدد كبير من الفعاليات المتنوعة واللي مرتبطة بهذا المعرض، ولعل أبرزها كان الإعلان عن عرض موسيقي عالمي بأداء حي للموسيقار العالمي هانز زيمر. أوكي، فراح يعزف بهذه الليلة أكيد أبرز المقطوعات الشهيرة والعالمية على خشبة مسرح جامعة الأميرة نورة في تاريخ 10 أكتوبر. الله، طبعاً معروف عن الموسيقار العالمي بعض يعني الموسيقى التصويرية المعروفة لكثير من الأفلام زي The Lion King وكمان Gladiator، فمرة شيء حلو. كمان لاحظت فيه عمر خيرت طبعا الموسيقار المصري العالمي، أنا شخصيا مرة أحبه، يمكن حافظه كل سيمفونياته خصوصا المتعلقة بالأفلام والمسلسلات، فأعتقد أنها فرصة حلوة للجميع أنه يحضر، خصوصا أنه إحنا متحمسين جدا لمعرض الكتاب بعد يعني غياب. أكيد راح نشوفك هنا كريم، كلنا لازم نكون هناك. أكيد راح نشوفك هناك، بس هل تحسين أنك ممكن تحضرين هذا العرض الموسيقي؟ أحضر طبعا، أكيد، ليش ما أحضر؟ هذه أول فرصة بالضبط، هي فرصة نادرة، وشكرا ليهم إنهم جابوا هذا الفنان، وخصوصا إنه معرض الكتاب بيكون فيه تنوع ثقافي كثير، فحلوة إننا نتبادل التجارب والخبرات ونتعلم ونشوف أشياء جديدة. أنا صراحة جدا متحمسة لمعرض الكتاب. كلنا متحمسين صراحة، خاصة إنك راح تكونين مع المؤلفين دايركت على طول. طبعا هذا شيء بعد مرة حلو، وتستفيدي بدل ما تشترينه من مكتبة خذيها توقيعة، شيء حلو. أحس يعني أهم شيء عندي صراحة في الكتاب التوقيع. خلاص كلنا إن شاء الله راح نكون متواجدين. خليني أخذكم على خبرنا الآخر أيضا عن الأفلام السعودية واللي تحقق نجاحات عالمية، وفي يوم السياحة العالمي فاز فيلم مذاق الإحساء بجائزة أفضل فيلم ترويجي لفنون الطهي على مستوى العالم لعام 2021 من خلال مهرجان إستا أيجا توريزم فيستيفال فيلم واللي أقيم في البرتغال. ألف مبروك طبعا على هذا العمل الرائع. طبعا إحنا شايفين الرز الحساوي والخبز الأحمر، الله، خلينا طبعا ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا العمل. يسعدنا ان يكون معنا عبر الهاتف محمد باقر، مخرج فيلم مذاق الاحساء. هلا وسهلا بك استاذ محمد. يا هلا والله، يا هلا استاذ، هلا وسهلا بك. طبعا اول شيء الف مبروك، واكيد كصناع لهذا الفيلم هذا الفوز مستحق وعن جدارة. لو تكلمنا أكثر عن فكرته، من فين استوحيتوها؟ هذه طبعا عندنا أصدقاء في الأجنسي ميرك اشتغلوا مثل أحمد عيد الكريتيف دايركتور، قدم فكرة هي السياحة أنه باستخدام الصوت كيف نشجع يعني نسوق للمأكولات الشعبية باستخدام التجربة الصوتية الحلوة كذا. حلو. أعطوني هذا وأنا أضفت، أعطوني هم الفكرة وأنا أضفت نقول الأشياء المحلية اللي عندنا بشكل أكبر، مثل الحب الحساوي، هذا إحنا نحبه، إحنا ناكل حب لأهل الحساء. والله حتى إحنا نحبه بس لسه ما دقناه. بس أكيد أكيد يعني ما شاء الله سمعة الحب الحساوي والخبز الأحمر وكمان الرز الحساوي دي يعني لازم ندوقها صراحة. محمد، قبل فترة، قبل كم يوم تقريبا، كنت معزومة في مطعم مرة مشهور في الحسا عندكم، وصدق صدق مرة كانت الأكلات الحساوية عندكم لذيذة. بس بسألك يعني وش أشهر الأكلات اللي موجودة عندكم فعليا اللي مرة مشهورة لازم كل بيت حساوي يضبطه؟ والله ما أدري. اللي كانت من ضمن الفعاليات التصوير اللي أنت سويت الفيلم. احنا يعني انت اكيد رز حساوي اغلب البيوت تضبطه هنا، بس ما اعرف والله، بقولها بالكلمه الشعبيه هنا بلديط، ممكن هذا محمد الفيلم اللي انت اخرجته اللي حطيتوها بالفيلم، الاكلات تكلمنا عنها شوي. عندنا القصيده الحسويه بعد موجوده بالفيلم، عندنا الخبز الاحمر اكيد، هذا مخابز يعني من ما ناخذه من المخابز، عندنا خبازين فنانين هذول، شفتي واحد منهم اللي بالفيلم ايضا.
جميل. يمكن معالي وزير الثقافة بدر الفرحان هنأ عبر حسابه وبارك هذا الفوز، وكيف هذا الفوز أو هذا التشجيع بالنسبة لكم وش يعني لكم وكيف ممكن أن يحفزكم؟ والله الفترة الماضية أنا اشتغلت كثير بالإعلانات واشتغلت كثير بالعمل التجاري، ممكن يعني ممكن الحسا بحكم أن أنا حساوي، أنا من قرى الحسا يعني، فشوية شجعني شجع كثير أن يكون الإعلان أو العمل التجاري نفسه يكون مرتبط بالحسا وكذا، لكن تشجيع الوزير الله يعطيه العافية يعني خلينا نتوجه الأمور أكثر فنية أكثر، فإن شاء الله الفترة الجاية نجح أشتغل على ثلاث مشاريع قصيرة كذا فنية وإن شاء الله تكون. محمد كمان أبغى أسألك يعني بمناسبة فوز هذا الفيلم والمشاركة فيه مع كثير من الأفلام الأخرى، ردود فعل الناس، ردود فعل اللي المشاركين الآخرين عن هذا الفيلم كيف شفتوها؟ والله الحمد لله فعلا هو ساعد بعد الإعلان ينتشر بشكل أكبر أكيد، وهذا هو المطلوب من الأساس، إن إحنا نبغيكم أنتم تتكلموا عن الحساء، نبغي نشوف سوالف أكثر عن الرز الحساوي والخبز الأحمر في قناة روتانا وغيرها في كل مكان، فالحمد لله هذا ساعد أكيد في الانتشار فوز الحساء، حتى هذا الكلام ممكن يكون الآن على مستوى العالم، يعني شيء أكيد كان مسابقة دولية صار فيه من يشوف الأحساء والسعودية من برا السعودية بعد الحمد لله. أكيد طبعا. محمد باقر المخرج لفيلم مذاق الحسا، شكرا لوجودك معنا وألف مبروك مرة أخرى على هذا الفوز. خلونا نطلع للخبر الرابع واللي هو أحسه من الأخبار جدا مهمة عندنا. وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، وتمسك بالإبقاء على فقرة اللي هي تنص على أن وقع الإيذاء من أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية أو من له سلطة عليه أن تكون عقوبة الجريمة مدة لا تقل عن 2 وما تزيد على 5 وغرامة ما تقل عن 100,000 ريال ولا تزيد عن 500,000 ريال. طبعا يعني قرارات عظيمة لحماية أطفالنا والحماية كل فرد في هذا المجتمع، يعني العنف الأسري التعدي على الأطفال، إحنا في دولة الحمد لله حفظت لكل إنسان حقه في هذه الحياة وخصوصا الأطفال، فهذه من الأخبار الرائعة جدا صراحة. جميل جدا، يعني مشكورين على جهودهم، مشكورين على مثل هذه القرارات اللي ممكن تردع كل من تسول له نفسه أنه يؤذي طفل، في النهاية هذا طفل لا حول له ولا قوة. طيب طبعا كاريكاتير اليوم مميز، كاريكاتير من صحيفة اليوم للمبدع أيمن الغامدي واللي استعرض فيها خدمات ما قبل البيع مقابل خدمات ما بعد البيع، فقاعد يقول أوه مفاجأة سبرايز. فعلا إيش رأيكم بنات؟ خدمة ما قبل البيع، شوفي يعني مكتوب عليها خدمة صيانة صيانة صيانة، وخدمة ما بعد البيع يعني شوفي الحين مع الأنظمة الجديدة اللي صارت والبلاغات والشكاوى اللي تصير، أتوقع ما حد يقدر، أي محل تجاري ما يقدر يفكر أو تسوي لنفسه يسوي ذي الحركة. صدق أول يمكن كانت منتشرة كثير معنا ونشوفها كثير، بس الفترة هذه أحس مرة تغيرت، في أشياء كثير تحسنت عندنا طبعا، خصوصا في الرقابة، الحقوق زادت، نفس العميل بيكون عنده حقوق أكثر، بس أهم شيء العميل واعي بالضبط، الوعي هذا هو اللي نحتاجه، أنه أنت تكون واعي بحقوقك واللي هي أصلا موجودة ولكن لازم تكون واعي بها. صحيح، وفعلا هم ممكن ما قصروا لا وزارة التجارة ولا هيئة غذاء ودواء وإلى آخره من الجهات، يمكن اللي تابعهم في حساباتهم دائما ما ينزلون خلنا نقول تنبيه أو استدعاء أو يقول لك هذا المنتج أو تحذيرات يعني بشتى أنواعها، فمشكورين على جهودهم. مشاهدين أكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا اليوم، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل حساب النفس ما بين مرارة الاعتراف بالأخطاء وتقبل الواقع. كيف
كثير من الأشخاص لما يعترفون بأخطائهم يجلدون أنفسهم أو يتجهون للوم النفس كوسيلة للاعتراف في الأخطاء ومحاسبة النفس، ولكن إلى أي مدى يعتبر حساب النفس شيء جيد، ومتى يتحول حساب النفس إلى جلد ذاتي؟ اليوم راح نتكلم عن متى يكون الاعتراف بالخطأ مفيد وكيف نحاسب أنفسنا بدون ما نجلدها. معانا نوفل كناني، مدربة تطوير ذاتي معتمدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. يمكن واضح في البداية حقتنا أنه كيف الإنسان مهم أنه يعترف بخطأه. مهم يعترف بالخطأ الإنسان سبحان الله عشان ما يحمل أحد غيره، عشان ما يأخذ شخص آخر مكاني في المحاسبات. أنا لما أعترف بالخطأ ما أقلل من نفسي أبداً، بالعكس أنا شجاع أنه أنا وصلت لمرحلة أعرف متى أخفقت، متى غلطت، متى قصرت، متى مفروض أنا أسوي لي خطة كاملة علشان ما ينعاد الخطأ لا علي ولا على الأشخاص اللي حواليني. نوف، بعض الأشخاص يشوف لمن هو يعترف بالخطأ أنه هذا ضعف بالشخصية. لما يصير أنا تقدير ذاتي أو مستوى تقدير الذات قليل جداً يصير صعب أعترف بالخطأ. ليش؟ أحياناً لما تعترف بالخطأ لأحد، لشخص يعني، ممكن يبتز الموضوع هذا، ممكن ما يسامحني وأضطر أعتذر أكثر من مرة، مع أنه يفترض أنه أنا أعتذر مرة واحدة فقط. قبلتي الاعتذار الآن على قولهم زين على زين، ما قبلتي الاعتذار الآن إن شاء الله بتقبلينه بعد يوم أو يومين، بس يجب أنه أنت تقبلين الاعتذار. زي ما في ثقافة اعتذار في ثقافة تسامح، لكن احنا لما نكون متعودين انا ما اعتذر، اللي يبغاني يعيش معي زي ما انا، اللي يبغاني يعيش معي زي ما انا افكر، يتاقلم على وضعي، يتاقلم على وضعي، مع انه لا يا اخي. ليش؟ عشان ايش؟ يفترض انه انت تبرر لي مره وتعتذر مني مليون مره لانه انت اخطات في حقي، بيننا اتفاق، بيننا عهد، بيننا اشياء، يعني يفترض انك تعتذر مني. صح. يعني ما قالوا الاعتذار من شيم الكبار من طبعا. فراغ. أنا أؤمن بهذا المثل قلباً وقالباً، لأنه فعلاً ونفهم من كلامك أنه الشخص اللي واثق من نفسه واثق من تصرفاته يعتذر ويعترف بالخطأ. صحيح؟ صح. جميل. طيب الحين إيش الطرق الصحيحة أنه الواحد يعترف بخطأه بدون ما يقلل من شأنه، بدون ما يقلل من شأن الآخرين، بدون ما يعترف عند الأشخاص الغلط؟ ثقافة الاعتذار فكرة. أنا مقتنع اقتناع كامل أنه أنا إذا اعتذرت ما قللت من نفسي، هذا واحد ويفترض أن احنا نتفق عليه. ليش؟ لأنه التربية سبحان الله من بدايتنا وإحنا نقولك لا تقول آسف، ما لداعي، خلاص هو بيمشيها لك يعني مع الوقت. لكن أنا لما أحط نفسي مكان الشخص اللي أنا أخطأت عليه وأحس إحساسه وأستشعر إيش صار فيه، قديش أنا قصرت عليه مثلا، ولا قديش أنا غلطت عليه، إيش مستوى الجرح اللي هو انجرحه الآن هذا البني آدم، أبا أقتنع أنه أنا يفترض كل حركة أسويها ما أسويها لأنها بتأثر على أستاذة مها، بتأثر على أستاذة ريما، بتأثر على أحد يعني. فيفترض أن أنا ما أغلط أصلاً عشان ما أضطر أني أعتذر إذا أنا ما أبغى أعتذر. إذا نتفق أنه محاسبة النفس هي يعتبر حاجة جيدة لإنسان أنه يراقب نفسه، يصلح من نفسه، يصلح أخطائه، ولكن متى تتحول محاسبة النفس إلى جلد الذات؟ بين محاسبة النفس وجلد الذات ربع ساعة. إذا أنا في الأولى في محاسبة النفس بعد الموقف عندي 7 دقائق إلى 10 دقائق، يفترض أنه أنا أحاسب نفسي على هالموقف وأعتذر وأدرب نفسي أنه أنا ما عاد أعيد الخطأ. أنا الآن في محاسبة نفس وهذا شيء إيجابي وجميل جدا، لكن إذا تعديت على الموقف ربع ساعة وما زلت أنا ألوم هالنفس وأغلطها وضميري يأنبني لدرجة المرض أو الموت، لدرجة أنها تدخل في شيء معنوي أو نفسي أو يأثر علي، لا، أنا الآن وصلت لمرحلة جلد الذات، فهذا الآن يا حيتحول قلق، يا حيتحول اكتئاب، يا حاحتاج معالج نفسي. نوف، تحسين هذا الشيء ما يحتاج أنه مثلا أنا أبدأ أعلم طفلي من الصغر أنه كيف يعتذر، كيف يحس أنه هو غلطان؟ يعني صعب خاصة دحين بثقافتنا ما شاء الله، أحس الأمهات واعيات. يعني من قبل كانت الأم لولدها، يعني أنا صراحة من الأمهات اللي بعض الأحيان أحس أنه ما يحتاج أنه يعتذر، يعني نشبت في كلمة أنا آسف، فصار على أي شيء يسوي يقول ماما أنا آسف، وأنا ما ودي أنه هو يتعود على الكلمة، أبي لما يقولها يقولها على خطأ صح. فكيف ممكن أعود طفلي على أنه يستخدمها بالمكان الصح من غير ما يبالغ فيها؟ أنا يفترض هذا الطفل يتعلم ثقافة الشكر، ثقافة الاعتذار، ثقافة الطلب بأدب. في ثقافات كثيرة مفروض يتعاملها من يتعود عليها الطفل من يوم صغير. احنا مقتنعين أن الطفل هذا إذا عمره سنة سنتين ما علمه شيء، انتظر إلى ما يصير عمره 7 سنين، مع أني أنا مفروض أبدأ معه من عمر 6 شهور
لما يسمعني ويسيف الأشياء من عندي بيتعلم بعدين. آسف هذه ما تقال لدرجة أنه يصير يعني هو ساذج، آسف تقال حقيقة على خطأ. بالضبط. يعني لو عدى من عند الطاولة وطاح شيء ما يفترض أنه يقول آسف، لأنه هو طاح. صح. ما هو غلط على أحد. صح. بس إحنا مثلا لا قل آسف، لا لازم تقول آسف. أنا ترى قاعد أضعف شخصيته وأكسر خاطرة وأخليه شخصية ركيكة مش مستقلة. صح. إذا كبر. صح. يعني يمكن نقطة جدا مهمة، يعني الحين كمان نفهم من كلامك نوف أن مو على أي شيء الواحد يعتذر. طبعا. في أشياء معينة الواحد يعتذر عليها لما يكون قاصد الخطأ. لما يكون قاصد يعني ما يعتذر؟ لا مو ما يعتذر، لما يوصل الغلط أنه أنت زعلتيني وأنا جيت قلت لك، أنا جيت قلت لك ترى أنا يا فلانة في الوقت الفلاني هذا على الفقرة هذه أنا زعلت. هل أنا حقي عليك أنك تعتذري لي؟ حقي تعتذري. لا معليش ما كان قصدي. أيوة معليش ما كان قصدي، أنت الآن بررتي. أيه؟ لأنك إيش ما أنتي مقتنعة أنك غلطتي. إذا بررنا إيه بس مش مقتنعين يعني إنه يعتبر غلط. سمي. إذا أنا مثلا سويت شيء من غير قصد ما أشوف، لأني أنا ما شفته، أتوقع لو أنا شفته غلط ممكن إني أنا ما أسويه. أيه؟ فهمتي علي؟ بس لما هي تنبهني مثلا صاحبتي أو مثلا أمي أو أختي بعتذر، بس مو بكلمة أنا آسف. يعني أنا آسف أحس أن المفروض تكون في الأخطاء العميقة اللي فيها يعني من باب أنه الجملة الكلمة قوية، ولا من باب إحنا تربينا على آسف ضعف؟ لا مو على أساس أن إحنا تربينا على آسف. لا كلمة آسف لها هيبتها، أحس لها مدلولها. بس لما أنت تقولي مثلا فلانة ترى مها ترى أنت ضايقتيني بذا الشيء، مها مثلا تقولي معلش أنا أعتذر ما كان قصدي. إيه؟ ما احتاج آسف، خلاص أنا بس أعتذر ما كان أعتذر وآسف نفس بعض بمدلول هي نفس أنا آسف. نفس بعض، طالما أنه أنا وصلتك لمرحلة أنك تعتذرين مني شكرا. أنت شكرا، لكن إذا وصلتك لمرحلة أنك تبررين لي الخطأ أنت ما اقتنعتي أنك غلطتي. صح. وأنا ما بهذه أنا. إيه؟ لما أحافظ على علاقتنا. إيش الفرق بين أبرر الخطأ وبين أقول أنا ما كنت أقصد؟ يعني أنا أحس لما أنا ما كنت أقصد تبرير. تبرير. إيه؟ طب أنا ما كنت أقصد. ما كنت أقصد هذا تبرير بس ما هو عذر، معناته أنا إلى الآن عندي مشكلة ما معك. أنت ما اعتذرتي ولا اقتنعتي أنك غلطانة. عفو الله العظيم أنا وأنت نقعد نطوي. هاي مصيبة، مصيبتنا في التبرير. ليش لما تبررين لي أو أنا زعلان على قولهم تأخذني العزة بالإثم أنا الآن وبكبر الموضوع. صح. لكن لما تقولي لي يوم معليش والله ما قصدت، طيب بتهديني شوي وبعدها بتقولي لي آسفة. لكن لما تقولي أنا أصلاً سويتها عشان 1 2 3 10 لا أوكي. لو سمحتي أنا زعلان الآن هديني، طيب أيه. سكتيني وبعدين يصير خير. والمشكلة في ناس، أنا آسفة ريم معليش صدق أنا آسفة بس عشان ما نطلع من هالنقطة، في ناس ترى ما تقول أنا آسف بس تسوي actions أو تاخذ خطوة، مثلا أنه مثلا يلا بعزمك على عشاء. أيوة. يلا مدري إيش تكلمك هاوش فيك كيفك، يعني بزيادة تهتم فيك بس ما تطلع منها كلمة آسف. هذول كيف نتصرف معهم؟ هذول ناس ما تعرف تقول وتكون آسف. غلطانة، تكون غلطانة ومعترف أنها غلطانة بس ما تقولك آسف، بس ترى اعتذرت. يعني أنا ممكن أعتذر برسالة صح، وممكن اعتذر لما نغلط عليك استاذتي مها ابجي استاذة ريما لو سمحتي صلحي الموضوع، ترى هذا عذر يعتبر، بس انا يعني قدرتي يعتبر للمواجهه قليله، فانا اجيب حد. اي احد يكمل عني الموضوع، اعزمك على عشاء، اسوي لك حفله في البيت وبالونات وكذا. أيه. اشياء ترى انا اعتذرت، انا حقيقه اعتذرت. هذا يعتبر يعني متى اكون انا معتذر؟ لما انا اشعر بالخطا واشعر انه انا فلان هذا انا زعلته انا قصرت معه خلاص الحمد لله، بس لما ابرر لا أسفة. خلينا نرجع لموضوع جلد الذات، كيف ممكن إنه جلد الذات يتحول إلى اضطرابات نفسية؟ إيش المرحلة اللي الإنسان يجلد فيها ذاته طول الوقت حتى يتأثر نفسيا ويصبح عنده بعض الاضطرابات النفسية؟ إيش هي الاضطرابات النفسية اللي ممكن تنتج عن هذا الجلد؟ تنتج عن جلد الذات أكثر من اضطراب نفسي، والاضطرابات النفسية اللي توصلني لمرحلة طبيب نفسي أنا جبتها لنفسي بالغالب، أنا اللي جايبها لنفسي. لما أنا أوصل لمرحلة أنا ما سويت شيء، يعني أنا ما سويت شيء، أنا تكلمت عليك يمكن بصوت عالي خلاص حسبت نفسي في هذه اللحظة، وبعدين حتعود أنه أنا ما عاد أغلط ما عاد أرفع صوتي انتهى. لكن في ناس سبحان الله ما تقدر تنهي الموضوع الآن، يعني يعيش معاها عمر لا أنا غلطت في ذاك اليوم أنا سويت كذا. طب خلاص، طب مو شيء صح أنه الواحد ضميره يأنبه؟ يأنبني 10 دقائق فقط، ربع ساعة أنا دخلت في مرحلة خطيرة. إذا كان الشيء غلط أو شيء كبير ما تحس أنه قليل بس 10 دقائق؟ لا كثير نفسي ذي
كثير 10 دقائق هذه نفسي مو مفروض انه انا اي مو مفروض انه انا اعذبها بهالطريقه هذه نفسي لانه احنا انا وانتي لما نسولف عادي لكن لما انتي تسولفين بالحالك طبعا هاي يعني كل دقيقه تاثر على كل شيء فيك طبعا. سبحان الله فتخيل 10 دقائق ترى انا زايدتها مفروض انها 7 10 دقائق ربع ساعه هذه اللي تدخلني في جلد الذات مصيبه علي بعدين ايش يحصل ما حنوم كويس اطيب اضطرابات النوم اول شيء بعدين قلق بعدين اكتئاب بعدين تعالي خذي حبوب 10 مللي عندنا اي والله العظيم يعني احس الموضوع لو نتعمق فيه اكثر تحس انه متعب لو الواحد ما دارك نفسه اي شيء سبحان الله تفكرين فيه زياده عن العادي متعب كل شيء يزيد عن حد ينقلب خلاص بده. انا حدي 5 دقائق افكر في الموقف اذا ما قدرت اسولف لاحد او حسيت انه انا ما سويت له كليرسينج مع نفسي اكتبه في ورقه واشق الورقه واذبها لا ممكن بعض الاحيان تحسين اذا انت حكيتيه لشخص ثاني ممكن الشخص الثاني ينقلب بصوره ثانيه للشخص فانا افضل انه اكتب ورقه لانه سبحان الله غالب الاشخاص اللي تشتكين عليهم مش الكل ناصح صح طيب ولا الكل يتعاطف معك تعاطف حقيقي في ناس سبحان الله تسمعك عشان تتشمت فيك وهذه تزيد عليك شوي في ناس تسمعك عشان بس انه عرفت اخبارك فقط صح باب اللقاء بس مش الكل ناصح انا صح. دائما اقول اتوجه لشخص ناصح مش صديق نوف طب كيف ادرب نفسي على محاسبه النفس خذ نفس لا اسفه بالليل قبل انوم يفترض انه انا احاسب نفسي على كل شيء سبحان الله اللحظه لما اسير بالحالي مع نفسي استطيع استطاعه كامله اني اقول انا غلطت اليوم على فلانه وفلانه غلطت في نظره لانه في اشياء احنا ما نشوفها قد ما نقيمك في اليوم كامل ما نشوفها لكن انت مستوعبه وش سويتي غلط فمجرد انه انا احاسب هالنفس يوميا خلاص ابدا اسوي خطه حقيقيه اربي في اسير مهذب في تعاملاتي مع العالم حولي مع الناس مع علاقاتي العمل البيت مع نفسي بعد احيانا التقصير يكون مع النفس يعني احيانا انا اتحامل على نفسي وازيد جهد واشتغل اكثر من وقتي واصير سوبر هيرو ام اسوي كلش وابي كل المهام لي ترى هذه كلها اشياء انا قاعد اضغط فيها على فلانه فلما اتعود انه هذه اشياء هذه قدرتي انا مثلا قدرتي في اليوم اطبخ واروح الدوام بس ما عندي قدرات خارقه اخرى ليش انا ازيد على نفسي زياده ترى انا قصرت مع نفسي الان مو بشرط الغلط يكون على اشخاص دائما احيانا يكون التقصير مع الله سبحانه وتعالى مع اهلي وصله الرحم دائما في تقصير مع نفسي أنا أقصر وهي مصيبتنا لما أقصر مع نفسي سبحان الله أقصر في الوقت اللي أنا عندي قدرة أسوي كل شيء لما أحتاج وأتعب وأحتاج دعم ما ألقى ليش؟ لأنه الناس تعودت أنه أنت قوية فأنت الآن زعلتي الحين يلا وش استفدنا إحنا؟ من البداية كل الأشياء تسير من بداياتها كل واحد عنده قدرة يعيش الحياة بطريقة معينة صحيح نوف الكناني للأمان الحديث معك لا يمل حبيبة قلبي وحابين نحن ناخذ ونعطي أكثر لكن الوقت لا يسعفنا اليوم وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا كلكم ذوك شكرا لك مشاهدينا مكملين معاكم فقرات سيدتي اليوم لكن بعد الفاصل بعد الفاصل ما حقيقة تسبب العسل بالسرطان الناشط البيئي سعيد السهيمي حذر من تناول العسل في بعض الحالات لأنه من أحد المسببات في تعرض الجسم للسرطان بنسبة كبيرة وفي الحقيقة حابين نتعرف أكثر عن حقيقة هذا التصريح الخطير عن تسبب العسل بمرض السرطان معنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد السهيمي ناشط بيئي عبر سكايب هلا وسهلا بك أستاذ سعيد الله يحييكم جميعا هلا وسهلا بك يعني صراحه تصريح صعب وتصريح قوي ان وانت طبعا تتحمل مسؤوليته انه العسل يسبب السرطان في بعض الحالات ايش قصدك بهذا الكلام طيب اولا انا اعتذر لاني رايح بسفر ومكلف بسفير الطبيعه دائما ناشط ما شاء الله يديك العافيه اليوم ما وجدت وقت فانا في طريق السفر قاعد اصور من طريق السفر الان فالبروتوكولات يعني سامحونا شوية ما عليها. في مشكلة يديك العافية تفضل الله يعافيك بالنسبة للموضوع اللي تكلمت أنا فيه طبعا الناس أخذوه من جوانب كثير جدا
احنا نتكلم عن مادة موجودة في الأغذية كلها وليس فقط في العسل، ولكن برضو موجودة في العسل. فإذا الإنسان تدخل في هذه المادة اللي هي الـ HMF هيدروكسي ميثيل فورفورا، إذا تدخل في هذه المادة وخرب الصيغة الكيميائية لها بسبب التخزين السيء، بسبب الحرارة، طبخ العسل، تعريضه للشمس، هذه الأمور قد تصبح هذه المادة الغذائية اللي هي العسل مادة تتعلق بالمواد المؤكسدة، والمواد المؤكسدة تدخل في أمراض السرطان. ولكن الناس استوعبوها يمكن بمعنى آخر، فالعسل يبقى مادة غذائية صحيح ومقدس عندنا، ولكن مادة غذائية على طبيعته الصحيحة، إذا خزن تمام وما عنده أي مشاكل كل شيء تمام، العسل لا خوف منها أبدا. ولكن إذا تدخل الإنسان برفع حرارة العسل، خزنه في حرارة 50 درجة مئوية 40 درجة مئوية فترات قديمة، مثل ومثل أي منتج غذائي قد يتعرض للأكسدة الشمس كذا، فترتفع هذه المواد المؤكسدة ويصبح مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. طيب أستاذ سعيد، إيش هي أسباب ارتفاع مادة HMF في العسل؟ هل الحرارة؟ هل التخزين السيء؟ هل الرطوبة؟ إيش الأجواء الكويسة اللي يكون فيها العسل يتخزن؟ يعني أعطينا شوي من ذا المعلومات. طيب هذه المعلومات، شوف الآن إحنا بيقول لك طيب العسل وين أخذه وين أخزنه؟ خزنه في جو الغرفة من 28 إلى أسفل، هذا هو التخزين الجيد للعسل، مو بالثلاجة ولا بالفريزر ولا بالمستودع مع يعني برا بالشمس وكذا، لا. فالتخزين السيء اللي عرض العسل لحرارة عالية، الآن لو أخذنا موية صحة بس وحطيناها بالسيارة وفي حرارة السيارة تتأثر من المواد البلاستيكية، تتأثر مكوناتها، تصبح ضار. هذا العسل نفسه لما أنت تأخذ العسل وتخزنه في جو عالية الحرارة، تخزين سيء في أماكن فيها روائح نفاثة، مثلا بتأخذ عسل تحطه جنب كلوركس مثلا، بيتأثر طبيعي جدا. فما دائما يقول لك لا تخزن المواد الغذائية بجنب مثلا مواد المنظفات لأنها تتأثر، ما بالك إذا خزنته بحرارة عالية في أشعة الشمس. في كثير ممكن يستخدم العسل وقت العصر، يحطه كذا بالشمس عشان يخف الثقل ويتصفى أكثر، هذه من الأسباب. من الأسباب اللي هي زي ما قلنا التخزين السيء في الجو الحار. من الأسباب بعض الناس ممكن يعرض العسل لطبخ حرارة عالية بالطبخ فترات طويلة جدا، مش الطبخ اللي بناكله يعني المؤقت هذا، لا، طبخ بيعرضه على أساس ما يصير يتجمد العسل بعدين في البرودة أو كذا، يعني يغير الصيغة الكيميائية. فالحرارة التعريض السيء للعسل فيها يؤثر على العسل. بس ليه؟ لأنه في الأخير مادة غذائية فيرفع الـ HMF، وهذا الـ HMF بخصوص يعني بخصوص الطبخ، يعني ما أنك ذكرت والله في طبخات كثيرة، التشاينيز فود كله عسل، سويت ساور يحطون عسل طيب فيها مع الستيك مع الصوصات، نحط عسل. والله أنا عن نفسي أحب أطبخ بالعسل، فهذا الشيء غلط؟ لا لا أطبخي بالعسل ما في مشكلة، إحنا نتكلم عن مادة غذائية يرتفع فيها الـ HMF في فترات طويلة. نعم حلو، فترات طويلة التخزين سيء. أما في الطبخ وحنا بناكله الآن بندخله مع مواد ثانية فتغير في الصيغة، يعني بتغير في أمور كثيرة، ما عاد بيصير عسل بصيغة اللي إحنا نعرفها، بيصير مادة غذائية أخرى، خلطة صارت صوص. نعم. فهنا مكونات اجتمعت، الموضوع مختلف. جميل. طيب سوري بس لا، في كثير ناس يمكن يطلعون لنا بالفيديوهات على الواتساب او غيرها من مواقع التواصل، يقول لك اذا كان العسل كذا ما ينفع تستخدمه، اذا كان تحطه على مع مويه ما ينفع تستخدمه، اذا بتحطه، فايش الطريقه الصحيحه اللي احنا نقدر نعرف فيها انه هذا العسل قابل للاستهلاك؟ طيب اولا شوفي ماده العسل او العسل بصفه عامه تعتبر عندنا بالنسبه لنا احنا كمسلمين ماده مقدسه فيها شفاء. نعم. هذه قاعده رقم واحد. هل العسل هو اكلا ولا شربا؟ لا، هو شراب، هو شراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنه انهار من عسل، النهر عباره عن شيء يشرب. نعم. من عسل المصفى. طيب وفي حديث اذهب فسقه عسلا، يعني شيء ينشرب. فلذلك العسل يشرب، يعني تأخذ بالملعقة وممكن تشرب عليه ماء، ممكن تخلطه مع الماء وتشربه، ما في مشكلة. بكل الطرق أنك تدخل العسل ببطنك، هذه كل الطرق تعطي نفس النتيجة في الأخير، يعني المعدة أو الجسم يبدأ يحللها حسب حاجته
في هذا الشيء، فناخذه زي ما احنا نرتاح له. انا من الناس اللي ما احب اخلطه مع المويه وبستفيد منه على طول وبشرب بعده المويه، وفي ناس يقول لا انا ما اتحمله دايركت كذا، لازم اخلطه مع مويه يتخفف واشربه. فطبيعه الاجسام تختلف في تقبل الاشياء. بكل الطرق في الاخير العسل نتيجة وحده ان شاء الله، اذا كان عسل مثلا اصلي وعسل يعني معروف، مو عسل تجاري مثلا، لا عسل كويس، فنتيجته في الاخير تطلع نفسها بكل الطرق اللي انت تاخذه فيها. نعم. استاذ سعيد خليني ارجع لك للمصطلح اللي استخدمته، العسل المسرطن، وهذا انا اشوف انه كثير ناس شايفين انه كلمه مبالغ فيها، هل هناك تجارب او اثباتات علميه تثبت انه هذه الماده تسبب بالفعل السرطان اللي موجوده في العسل؟ لانه التصريح قوي ويقع يعني على الناس انه طب احنا نبغى دليل على كلامك، هذا دليل علمي يثبت هذا الكلام، خصوصا احنا شعب واحنا ناس نحب العسل ومستهلكين للعسل بكميات كبيره. طيب لو رجعنا لهيئه الغذاء والدواء، هيئه الغذاء والدواء، اي عسل مثلا يستورد للمملكه او المختبرات التخصصيه للعسل في المملكه اذا تجاوز نسبه ال HMF الماده اللي هي نتكلم عنها الهيدروكسي ميثيل فورفورال في العسل تجاوزت معيار 80 عندنا احنا، العسل يفشل في الاختبار، ما يتجاوز المقاييس المواصفات السعوديه الخليجيه، يعتبر هذا العسل غير صالح. ايوه بس فهمتك استاذ سعيد، بس كلمه سرطان انها تسبب سرطان، هذا التصريح في دراسه علميه عليه تقول انه يسبب سرطان؟ وما هو هذا السرطان؟ هو ليس العسل بحد ذاته، الناس اخذوا الجزء اللي 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 نشروه بشكل سريع ولم ياخذوا كامل المقاطع طبعا اللي انا تكلمت فيها. نعم. فاخذوا جزئيه معينه، المواد المؤكسده، المواد المؤكسده متفق عليها طبيا انها تدخل في امراض السرطان، لذلك احنا مو طبيا انه ناخذ ايش المواد مضادات الاكسده دائما من الغذاء او الاغذيه الكويسه. فال HMF موجود في القهوه، موجود في الفواكه، موجود في الحليب، موجود في العسل، موجود في كل شيء، له نسب معايير محدده، اذا زاد اصبح هذا غير صالح للاستهلاك الادمي. ليش غير صالح للاستهلاك الادمي؟ بيسبب ضرر للجسم. من الاسباب اللي بيسببها الاضرار هذه ممكن تكون احد المواد المؤكسده هذه واللي بتدخل فيه كثير من الاغذيه غير العسل، ممكن تدخل فيه اما موضوع السرطان. فنحن تكلمنا نقول العسل المسرطن اللي هو العسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي بسبب ارتفاع الـ HMF الهيدروكسي اللي فيه، وليس كل العسل، العسل كله كويس إلا من تدخل فيه الإنسان بفساده بالتخزين السيء والحرارة والأشياء اللي ذكرناها وخرب الصيغة الكيميائية النظيفة اللي خلقها الله فيه. أستاذ سعيد السهامي ألف شكر لك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. إصدار يتناول سيرة المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي. خلونا نحكي شوي عن عمل المرأة السعودية في السلك الدبلوماسي بالتحديد. طبعاً الآن لن يكون الأمر مستغرب زي ما احنا شايفين، خصوصاً مع تطور المرحلة السياسية واللي قاعدين نعيشها في وقتنا الحالي. ضيفتنا اليوم مؤلفة في توثيق التاريخ السعودي وكان لها الإصدار الأول واللي يحكي عن المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي والمنظمات الدولية. اسمحوا لي رحب معاكم بالكاتبة نوال الراشد مؤلفة في توثيق التاريخ السعودي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلين. ألفتي كتاب أستاذة نوال تحت عنوان المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي، كلمين عن هالكتاب. الكتاب طبعا يعتبر أول كتاب يوثق دور المرأة في هذا المجال من بداياتها. طبعا حبيت في البداية أني أنا أعمل تاريخ الدبلوماسية السعودية، متى بدأت، كيف انضمت برضو المملكة العربية السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة. في الخمسينات القرن الماضي بدأت الحراك العالمي في تأسيس الأمم المتحدة، ومن ضمنها كان هناك هيئات واتحادات شاركت المملكة في تأسيس الأمم المتحدة، وهذا يعتبر صراحة
شيء مميز للمملكة عام 1945، لأن حنا صناع سياسة صراحة، يعني مو بس صناع دولة لا إنه صناع سياسة بجد، يعني هذا صراحة مفخرة لنا طبعا. فبعد البحث والتقصي وكذا حسيت إنه من الأفضل إني أنا أعمل كتاب يعني يقدم تعريفات الدبلوماسية، أدوارها، المنظمات الدولية، تأسيسها، اشتراطاتها، إيش تشتغل فيه. طبعا كلها تقوم تحت إدارة أو تحت مظلة الأمم المتحدة اللي يندرج من ضمنها منظمات مختلفة. أستاذة نوال، يعني ما شاء الله هذا أول كتاب يؤرشف ويوثق المرأة السعودية في السلك الدبلوماسي، وأكيد أخذ منك كثير من الجهد والوقت حتى تبحثي عن هذا التاريخ بشكل كامل، فكلمينا عن المدة اللي استغرقتك لأرشفة هذا التاريخ وأيضا توثيق الأسماء السيدات. في الواقع أخذ مني سنة كاملة. هو في البداية كان عندي أنا أصلا لقاءات مع سيدات سعوديات عملنا في المجال الدولي، فصار عندي مجموعة من المواد بناء عليه بديت أعمل بحث في هذا الجانب على أساس أن أكمل متطلبات الكتاب. وجدت أن هناك تسع سيدات سعوديات الآن لهم تاريخ في هذا المجال. بدأت طبعا الأميرة لولو الفيصل العمل فيه بطريقة التكليف أو التكليف من خلال الزيارات الملكية والبعثات، ومن ثم تدرجت هناك الدكتورة ثريا عبيد، الدكتورة سميرة تويجري، مسكنا مناصب كبيرة وعالمية. طبعا هذا كان كله بتعب شخصي، يعني طبعا بمجهود شخصي. المنظمات الدولية ميزتها أنها ما فيها واسطة، يعني أنت تقدم من خلال قدراتك، من خلال خبراتك، ومن ثم يكون هناك مفاضلة أيهما أفضل. فبناء عليه تم اختيارهم لهذه المناصب. صحيح. طيب أستاذة نوال، خليني أسألك، إيش هي الصعوبات، المصاعب والتحديات اللي وقفت لك أثناء إصدار الكتاب؟ الصعوبات بصراحة ما في صعوبات، لأن دائما الكاتب والباحث عنده شغف كبير أنه يبحث عن المعلومة الحقيقية من مصادرها. قد يكون هناك في شوي المعلومات، دقة المعلومات لما دقة المعلومات من إذا ما لقيت المعلومة في كتب أو التقيت بشخصيات معينة أكيد للموقع الرسمي. فكثير أنا أخذت من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية. نعم. طيب أستاذ نوال، يعني أكيد أنها مسؤولية، خصوصا إذا تتكلمين عن دبلوماسيين أو دبلوماسيات بالأصح في هذا الكتاب، فأكيد أن في كان على عاتقك تقع مسؤولية كبيرة لكتابة هذه السيرة الذاتية للسيدات. بصراحة أنا التقيت في تسع سيدات سعوديات، يعني اللقاء كان منهم قراءات ومنهم لقاءات شخصية. جميل. طبعا التقيت بثلاث سفيرتين، الأستاذة السفيرة سعادة السفير أمال المعلمي وسعادة السفيرة إيناس الشهوان. صراحة كان لهم معي في هذا الكتاب حوار خاص. بعض الشخصيات التقيت فيهم في فترات ماضية، لكن حبيت أنه يكون اللقاءات كلها تكون مجتمعة في هذا الإصدار، بحيث أن يكون التعريفات ونفصل بين الدبلوماسية والمنظمات الدولية، لكن كلها تلتقي تحت إطار واحد هو العمل الدولي. صحيح. يعني السيدات اللي قابلتيهم زي ما تفضلتي في فترات ماضية قبل ما تقررين أنك تكتبين كتاب. بالضبط. زي الدكتورة ثريا. الدكتورة ثريا عبيد، الدكتورة سميرة تويجري، كانوا مسؤولات في البنك الدولي، مسؤولات في الإسكان الدولي، عملوا لهم أدوار صراحة تاريخية، ومن ضمن ضميتهم لأنه فعلا يعتبر عملهم من المنظمات الدولية. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بعث لك خطاب شكر وتقدير طبعا بسبب هذا العمل الرائع، لو تكلمينا عن أثر هذا النوع من التقدير.
بصراحة هذا الكتاب يعتبر بالنسبة لي ذا قيمة، وخصوصا بعد خطاب الوزير، لأنه اطلع عليه وشاف أنه فعلا يوجد فيه كثير من المعلومات اللي يحتاجها القارئ من خلال التعريفات، من خلال المعلومات، من خلال التوثيق الدبلوماسية السعودية، ويعتبر مرجع أيضا. بالضبط. فبناء عليه أنا صراحة يعني جدا سعيدة لهذا الخطاب، وهذا يعتبر مكمل للبحث ونجاح الكتاب بالنسبة لي. أستاذة نوال، في عندك عنوان في الكتاب يقول هل الموظفون في المنظمات دبلوماسيين؟ إيش كان قصدك فيه؟ هناك فرق بين أنك تعمل من خلال الدولة في منظمة دولية، يعني الدولة عينتك في منظمة دولية، بناء عليه يسري عليك نظام الدولة اللي أنت تمثلها. بناء عليه تمثلها. صحيح. هناك منظمات دولية زي الدكتورة ثريا بيت، زي الدكتورة سميرة تويجري، يعملنا في منظمات دولية، يعملنا بناء على سياسة المنظمات الدولية. فهناك كان في فرق، وهذا السؤال أتوقع أي باحث أو أي مهتم في هذا المجال بيعرف يعني، أو بيتساءل إيش الفرق بين المنظمات الدولية، إيش الفرق بين الدبلوماسية. كل واحد له اشتراطات معينة، كل واحد له نظام معين، بناء عليه هو في النهاية عمل دولي يمثل الدولة ويمثل الشخص نفسه. تقريبا في الفصل الثالث من الكتاب خصصتي الأسماء بارزة، لمين خصصتي هذا الجزء؟ مثل ما ذكرت، صاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل صراحة هي نموذج مشرف للمرأة السعودية، وكان لها نشاطات دولية ومؤتمرات. تجي الأميرة ريما بنت بندر الأول سفيرة سعودية، تجي السفيرة أمال المعلمي والسفيرة إيناس الشهوان، بالإضافة إلى الدكتورة مستورة الشمري عضو مجلس الشورى وعضو في البرلمان العربي. أيضا هناك نورة الجبرين مستشارة في وزارة الخارجية. يعني تقريبا هذه أغلب الأسماء، إن شاء الله ما نسيت أحد. هذه تقريبا 9 سيدات سعوديات تم انضمامهم إلى أو تم ضمهم في هذا الكتاب، بحيث نعرف مشوارهم الدولي والدبلوماسي، كيف عملت، إيش طبيعة أدوارها، إيش مستقبل الدبلوماسية السعودية خصوصا للمرأة، كيف فعلا نعمل على إنشاء جيل قادر عن إن شاء الله بإذن الله يعمل، وخصوصا بالنسبة للمرأة تعمل في هذا المجال بطريقة التدريب وطريقة الخبرة، طريقة تأهيل القيادات الصغيرة أو الشابة أنهم يعملون في هذا المجال يعني. صح، واليوم ما بنشوف كثير سيدات سعوديات يعملن في البعثات السعودية في الخارج في جميع أنحاء العالم، وهذا فخر لينا طبعا أنه هم سيدات وبيمثلوا السعودية بأحسن تمثيل. أستاذة نوال، أخيرا لمن تهدي هذا الكتاب؟ أكيد الوالدي والدتي وأسرتي الصغيرة، لأن صراحة تعبوا معي لأني كنت في عزلة سنة كاملة من خلال الكتابة، لأن موضوع الكتابة مضني صراحة، كونك تبحث وكونك تكون بعيد عن الناس وعن المناسبات، أنك أنت تشتغل في هذا الكتاب بطريقة أنك برضو التدقيق والبحث عن المعلومة، يعني بصراحة أهدي أسرتي هالكتاب، وإن شاء الله يكون كتاب مفيد للقراء. طبعا أنا الآن بصدد الطبعة الثانية لأني أضفت السفيرات الجدد، إن شاء الله يكون كتاب في المكتبة السعودية والمكتبة العربية يضيف شيء إن شاء الله بإذن الله. أستاذة نوال الراشد، شكرا لوجودك معنا، وجدا فخورين بهذا العمل المميز. الله يسلمك، شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، عندما يتحول السلف إلى دين هل يصبح مصدر للإحراج والمذلة؟ طبعا في ناس ممكن انها تكره تتسلف، وناس تكره تسلف، وناس من كثر ما تسلف انا اعرف عنها انها، او من كثر ما تتسلف انا اعرف انها ما ترجع، وناس من كثر ما نعرف عنهم الكرم
وتفريج الهموم صاروا المصدر الأول للتسليف. يعني السالفة سلف في سلف والسالفة سلف ودين، بس الصدق متى ما صار السلف دين وصار في مماطلة أحس أنه يكون ممكن مصدر إزعاج أو إحراج في بعض الأحيان ومذلة في بعض الأحيان. فخلوني أسأل زميلاتي هنا بالاستديو إذا هم يحبون يطلبون فلوس من أحد أو يتسلفون أو يسلفون، والسالفة كلها سلف سلف وأنا تعبت على طول. ريم كذا تأشر علي على طول، قولي أنت إيش رأيك؟ شوف أنا آخذ ما أقدر أني أنا آخذ من أحد فلوس، بس أني أنا أعطي إيه؟ تدي؟ إيه يا بيت والله. بتقولي كان تصريح خطير على الهواء. خلاص يا ودي أبغاكي بعد الحلقة. ما مع الحين انتظري الراتب. يعني موضوع السلف والتسليف صراحة صعب جدا، يعني إنه لو أتكلم عن المواقف اللي مريت فيها، بحكم إنه إحنا السعوديين بصفة عامة دائما عاطفيين، دائما عندنا هذا الجانب العاطفي، يعني إنه نحزن وليش ونساعد بعض والتكافل والبدرئة. لكن شيء يزعل لما تيجي تسلف أحد ويقول لك أرجع لك هي بعد يومين ثلاثة أو بعد أسبوعين ثلاثة وعينك ما تشوف إلا النور، خرج ولم يعد. بالضبط، فهنا تثير إنه الموضوع يضايق، إنه طب يا أخي أنت أنا وقفت معك في ضيقتك ووقت ما احتجت لقيتني وقلت لي أرجع لك هي، ليش تعاملني إنه أنا اللي جاي بأشحن منك الآن؟ صح. وهو حقي، ويمكن أنت بعد أنت أعطيتي من ضيقة، بس لانه هو بيرجعها لك بعد يومين. بالزبط. فانت قلتي انه اوكي خلاص يعني حتنحل مشكلتي بعد يومين. صح، لكن انه يتحول لموضوع انه يزلني وانه كاني انا اللي بشحت منه هو حقي، ويصير ندخل في 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 موضوع انه عدم احترام وعدم تقدير ويصير في مشاكل. يعني مره صراحه هذا الشيء اللي يضايق يعني في الموضوع. ولكن اني انا اتسلف لا صراحة، ما مرة صعب علي، مرة 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 صعب علي إني أتسلف، ما أظن إني أقدر أسوي حاجة زي كذا. أنا أحس الموضوع يمكن زي ما قلتوا بنات، صعب إنك تطلبين، صعب إنك تتسلفين من أي أحد، يمكن شخصيات الناس مختلفة، لكن أسلف أي ممكن أسلف بس ناس معينة للأمانة، الناس اللي أعرف إنه أنا ما رح أطالبهم، يعني عادي حتى لو خذوها حلال عليهم. أخوكي أختك. أختي أخوي صديقتي اللي مرة اللي أعرف إنها ينشد فيها الظهر وممكن إنها ترجع لي إياها، بس ما هو على شكل فلوس، بوقفة يعني كلمة كويسة، بحب صادق، بأخوة حقيقية. يعني في ناس ما تتحسفين، في ناس ودك تطلعين أصلا عيونك وتعطينهم، فأنا هذول الناس اللي ما أتحسف عليهم، أحس حقيقي لو إن آخر ريال معاي أحس إني عادي أعطيها، لأنها هي فعلا محتاجة وأعرف ظروفها، مثلا أعرف إنها محتاجة هذا المبلغ في هذا الوقت. بالعكس، وممكن إني ما أطالب أصلا بهذا الموضوع. اللي ممكن مستحيل إنه أنا أسلف أشيائي، أنا أحب أشيائي، أنا أحب ملابسي، أحب أغراضي، أحب تكرمون شوزاتي، شنطي، هذه أنا مرة ضايق أسلفها أحد. وإذا سلفت نفس موضوع الفلوس، أعرف إنه خلاص ممكن أقول لها خذيها لك، ما أحب إني أسلف أشياء الشخصية. لا لا لا، أشياء الشخصية لا، أنا أشياء الشخصية ما أحب ملابسي ولا أعطيها ولا أفكر مجوهراتي، بالذات إنه صارت الأيام هذه البنات أعطيني ساعتك، أعطيني أي بالضبط، هذه النقطة اللي أنا كنت قاعدة أقولها. شوفي أنا في البداية يعني إذا مثلا هي أختي أو معزة أختي ما عندي مشكلة. أيوة طبعا أختك. طيب معزة أختي، أنا عندي صديقات مرة مقربة، بس غيرهم اللي دائما تقعد معي مثلا تشرب وتاكل معي، وانا اعرف اصلا انه هي وضعها الاجتماعي. مو هذه النقطه اللي انا كنت بقول عليها، وانت يعني ما شاء الله تحمستي في الموضوع. لكن فعليا انا اشخاص معينه اللي اقدر اعطيهم، يعني مثلا ثنتين من خواتي كلهم خواتي، بس اعرف واحده مثلا رجلها حاره تخرب الاشياء، مثلا في واحدة لا مثلا بترجع ليها زي ما تاخذها ترجعها. في ناس يعني للأمانة ما أقدر أثق فيهم بأشيائي، لأن أعرف أنها ممكن تخرب. زي ما كنت قاعدة أقول، إذا أنا مستغنية عن الشيء أوكي خذيه وحلالك، رجع ما رجع كيفه. هذه بالنسبة للأشياء. الفلوس لا، ناس أو أشخاص معينة في حياته، هذه وجهة نظري بالنسبة للسلف والسلف والدين. يعني طب واللي يتسلف عشان السفر وعشان يشتري شنطة تعطينا؟ يا رب، خاصة إذا أنت كاشفته أنه أنا؟ أنا ما اشتريت لنفسي شنطة عشان أسلفك عشان تشتري شنطة. معقول؟ لا تقول تقولك كذا يا صريحة، تقولك ريم أنا أبغى عشان أبغى أشتري شنطة. وليه هي لجأت لي؟ هي تحسب نفسي مين يعني؟ طيب بترجعها لك يا سلف يا ريم.
ما عندي حق الشنطة أصلاً اللي بتطلب، أكيد حتطلب 20 ولا 100 ألف، أنا من فين أجيبها؟ يعني لا إنسان على قد حالي من مرة، لا ما في، يعني أتكلم على 2000 3 5 آلاف في ظروف صعبة. بس هل عمركم سلفتوا أحد وندمتوا؟ حصل إنه سلفتوا وندمتوا؟ شوفي أنا مو سلفت، هي ما تعتبر سلفة، هي جتني خديعة. كيف يعني؟ كنا في سفر وفيزتها كانت شوي يعني ما تشتغل، فبليز الله يخليكي بسرعة إنه إحنا واقفين على يلا أوكي خذي، والمبلغ كان قوي يعني أوتيل حق 10 أيام، فانتظر انتظر انتظر انتظر، رجعنا انتظر انتظر. ما كلمتيها؟ كلمتها. طيب. وأرسلت لها مسج تقولي لا أنا سددتها لك. قالت لك سددت لها؟ أيه. كيف؟ مو في إثبات وفي رسالة وفي كل شيء؟ أنا من الناس اللي خلاص توقف نفسي وإنه خلاص شكرا وصلت، لا عاد تطلبين مني ريال. لا هذه 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 نصبة كبيرة، هذا أيه احتيال. مرة ما أحب ذلك. مرة شيء. أنا حصل لي نفس ده الموقف، إني سلفت أحد ويعني مبلغ ما هو كبير يعني 5 آلاف، وطولت علي مرة، وفي الأخير قالت لي خلاص يلا أنا عند البيت، فناديت العاملة وقلت لها أنزلي أفتح الباب خذي الأغراض، كان كيس وفي أغراض وفي ده الشيء، خذي الأغراض من فلانة. فتحت الأغراض لقيتها 2000 ريال. كلمتها قلت لها فين الباقي؟ أكيد شغالتكم حرامية سرقته. قلت لها لا ما حصل ذا الكلام، يعني الكيس مقفل والظرف مقفل. لا لا هي أكيد سرقته، والله العظيم أنا حاطة 5 آلاف. لما تحلف زي كده يعني خلاص لا يعني ليش كده؟ ليش تسرق نص ساعة؟ لا يعني ليش كده؟ لا ليش كده؟ لا من بعدها تعلمت ما أسلف أحد. أوكي أخواني على عيني وراسي عيوني خدوها ولا ترجعوها، بس أي أحد تاني لا تسلفني ولا أسلفك. لا صراحة بالأخير السلف تلف يعني. أي والله في مثل يمكن السلف تلف. قصتك أودي فعلا ينطبق عليها المثل اللي ما تعرف خويك إلا بالسفر. يا الله يعني من جد السفر ترى يعلمنا أشياء عن الناس، فقولي الحمد لله يعني أنها جت على كذا، ولا أنها ممكن اللي شخصيته كذا نتوقع ممكن يجحدك في أشياء ثانية. صح. ممكن يسوي لك مشكلة أكبر، فالحمد لله أنها جت بالفلوس يعني. بالضبط بالضبط يعني ما في دم. وقصتك كريم للأمانة صدمتيني، ما تخيل أنه في ناس. أيوة أنه في ناس كذا. لكن أنا بالنسبة لي عشان أقول لكم يعني أرد على هالسؤال، إذا أنا صار لي موقف الحمد لله ما صار لي موقف، يلا لك الحمد. أنا لدرجة أنه حتى لو أحد بيطلبني شيء يعرفون هم متأكدين من مكانتهم عندي، ومستحيل أنه أنا يعني أقول لا، ولا مثلا أتخاذل أو حتى أتأخر. فأحس أنه لا، الناس اللي عارفة مكانتهم عندي أكيد عيوني الثنتين، وبالعكس أنبسط لأنه أعرف معزتي. يعني أحد ما حيجي يطلبك إلا ومتأكد أنه هو يعني لك شيء. فالحمد لله بالعكس. وأنا دائما أقول يا رب يا رب، يعني دائما اجعلني من الناس اللي الله لا يحد أحد على أحد، هذا أول شيء. لكن خليني من الناس اللي الناس تجي تدور مساعدتي، ولا أنا أروح أدور مساعدة. صح. أحد دائما دائما. فعموم الموضوع يمكن طويل، لكن أكيد زميلنا مبارك وكالعادة سأل الناس عن هذا الموضوع، خلينا نشوف وش قالوا. والله الدون بشكل عام يعني ما هي كويسة، حتى لو كانت للضرورة. المفترض الواحد أن يرتب أموره بحيث أنه ما يصل مرحلة الدين حتى لو كان مجبر على الشيء هذا. إذا كان الإنسان بحاجة عادي يعني بإمكانه أنه يعني يتسلف، لكن إذا يتسلف وعشان يقضي يعني يروح للترفيه لا، بعتقد أنه الإنسان لازم يعتمد على نفسه بصراحة. هي على حسب الشخص اللي أنت بتأخذ منه، وعلى حسب نفسك، وكل شخص عقله في راسه ويعرف خلاصه بصراحة. لا أحب الدين، أحب أعتمد على النفس، وغير إذا كان من الوالد. من الوالد شيء عادي أعتبره، إذا أنا طالب موجود هنا فأعتبر دين من الوالد بغرض الرفاهية بس من الوالد. أما إذا كنت من أشخاص أصدقائي وأقربائي للزوم فقط، وأنا شخصيا ما أقترض الدين غير من الوالد أو من أشخاص مقربين لي. إذا يعني تسلف أو اقترض الحاجة فهذا ما في حرج، لكن للترفيه أو غيره هذا شيء يضره ويضر أهله وأقاربه.
حبيت آراء الناس، يعني ما شاء الله عليهم. وأنا أتفق، يعني يمكن كلنا قاعدين نتفق في الاستوديو هنا أنا والبنات على موضوع أنه إذا كانت للترفيه شوي بفكر في الموضوع، لكن إذا كان موضوع حاجة أو قضاء حاجة شيء مهم أكيد الواحد ما يتردد. حبيت الولد اللي يقول شيء طبيعي أنه لو أحد والدينا طلب هذا أصلا ما يعتبر سلف، هذا يعتبر من بر الوالدين، سواء كانوا بحاجتك أو ما كانوا بحاجتك. صح. أنت من واجبك أنه أنت وما تملك لأبيك زي ما يقولون، لكن فعلياً إحنا نحاول إحنا نرد نقطة من اللي سوولنا في حياتنا بالنسبة للوالدين، فحبيت أنه ركز على هذه النقطة. في سؤال يعني استغربه، يقولون عن الترفيه إني ما أعطي، طب يمكن اللي يجي يستلف منك ما يقول لك أنه هو ترفيه؟ لا، السلف ممكن قرض من البنك عشان يسافر. هذا قرض، كيف قرض هو والبنك مع بعض؟ ايوه، بس انا يعتبر سلف يعني برضه. لا اقصد لما يجي مثلا يقول مثلا فلانه تجي انه انا ابي اسافر عشان اسافر، ما اتوقع انه في جرأة احد يبي يستلف او يتدين او يحط على ظهره دين. لا والله فيه يا اودي عشان يسافر يا اختي فيه، بس تدرين ايش احترم فيه هذا الشخص، احترم فيه صراحته. يعني احترم هذه النقطه انه انا صريحه، لا ما احتاج شيء. طب كيف بتسددها اذا انت عشان بتسافر؟ طب انت بتضيعها ترجع كيف؟ صح؟ لا يمكن، يعني لو جاكي وقال لك الصراحة ترفيه أنفس عن نفسي. أنفس الله بنفس عن نفسي، الله ينفس عنا إن شاء الله. ليش لا؟ بالعكس أحس أني بعطي يعني، بس أضمن أنه يرجعها لي، مو قاعد أنشب. وهذا هو، إحنا كيف نضمن أنه حيرجعها، وكيف نضمن أنه حيرجعها في اليوم الفلاني؟ كيف طريقة الطلب، وكيف ممكن إذا أنت طلبت من الشخص ما يكون ضعف من غير ما تحسين أنه هذا حقك، وانك انت انذليتي عشان تاخذين حقك. طلب ايش ودي عشان افهم؟ يعني مثلا انت انا سلفتك سلف ولا يعني تردين الدين؟ اي انا سلفتك يا حلو، وجاء الوقت وانت نسيتي. طب انا كل شوي قاعده اقول لك كيف تدخلين مها ابي مها احتاجها مها ناقصتني مها مها مها، كيف اقدر اني انا اتجاوز موضوع اني بديت احس ادخل مرحله انه ظل هذا، اني انا قاعده اشحدها اشيائي حقك وهو حقك. صح. يعني يمكن في ناس دائما يقول لك يكتبون ورقه عند محامي لازم. او شيء اذا كانت مبالغ يعني خلينا نقول كبيره، بس احس اذا بكتب ورقه معناته انا مو بواثق فيك، معناته انت مو قريب مني. بس هذا في الشرع، يعني حتى ربنا قال يعني لازم. صح. حتى لو اخويا لازم اكتب ورقه، حتى لو هو طيب بيني سؤال. وبينه انت كتبتي ورقه؟ اي ابوكي اخوكي؟ لا ابويا ما حكتب عليه ورقه. طيب طبعا اخوكي؟ لا صراحه ولا اخويا. قريب معقدتين. يعني العائله؟ طيب شخص مره قريب منك، شخص مره قريب منك، هل توصلين لمرحله؟ زوجي يكتب عليه ورقه. ايوه طيب اوكي زوجي كذا كويس. طيب. زوجي يكتب عليه ورقه. طيب حلو طبعاً. ايوه ها يلا راح توقفين طيرت عيونها. ايوه اسمع، راح توقفين انت وياه في المحكمه؟ لا ما توصل لمحكمه، قبل المحكمه. قبل المحكمة في أهلية وفي ناس وفي خلاص ما يبغى يرجع. لا هذا خلاص هو اللي اختار. هتوقفي معاه في المحكمة؟ أوقف خلاص، قد انتهت العلاقة، خلصنا إحنا مع بعض كذا. عشان الفلوس أخسرها؟ أقول لك يا ريم يا أختي حرام. على حسب يعني طبعا، إذا كان حاجة مبلغ كبير. طب تخيلي أخذ الفلوس دي وراح اتزوج، هاي حق لي اوقف الدوري حبيبي ذكروني اقول لكم غسلت. طيب هنا مو محكمه وبس، هنا محكمه وتسوي لنا مصيبه في البيت. شفتي انت كذا شاطره. بس انا ما انا قاعده اقول لك لو ما مثلا ما تزوج. طب ليش انكرها؟ هل هو بالفعل ما عنده؟ والله لو ما عنده حاعرف اقول طيب صح ما عنده الرجال، لكن هل هو بينكرها؟ هنا مصيبه. ولا هو ما عنده؟ في فرق. يا ويلك. لا ارتاح ارتاح، ما في احد يسلف مني، حتى زوجي عارف اني على باب الله. طيب مشاهدينا خلونا نطلع، كلنا نعرف أنه عالم الأزياء كبير وواسع، وكل سنة في تجدد من ناحية التصاميم والألوان. مرفت قزني صاحبة بوتيك فستان وطرحة كانت معنا في لقاء خاص لبرنامج سيدتي، وعرضت لنا أهم تصاميمها لعام 2021. خلونا نتابع مع زميلتنا عز الشملاني. بداياتي كانت لما كان عمري 13 سنة، كنت أصمم لي أنا وأختي، أروح أشتري الأقمشة وأصمم الموديلات وأنفذها عند الخياط. هذه كانت أول بداياتي. قبل البوتيك، ما أفتح البوتيك، كانت لي خطوة قبل البوتيك، فكرت أني أنا أصمم جلابيات،
فبدأت أصمم الجلابيات ونفذتها بالفعل. اخترت الأقمشة، الموديلات كانت تقريبا من التراث الشعبي، حاولت أني أنا أطور التراث الشعبي بصورة مودرن، فنفذتها ولقيت صراحة إعجاب جميع الزباين اللي كانوا عندي. بعد كده أخذت خطوة ثانية أكبر شوية، عرضت الفساتين تبعتي في مملكة المرأة في معرض الوليد بن طلال نيو لوك، كان تحت إشراف بنتي نورة رحمة الله عليها، فلاقى إعجاب وصدى كبير جدا 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 عند الزباين. الحمد لله خلصت المجموعة كلها كاملة ونفذنا مجموعة ثانية، فكانت هذه الخطوة يعني الأكثر انتشارا من البدايات. بعد كده بدأت بداية ثانية أو نقول البداية الثالثة، بدأتها في البيت عندي. حبيت أكبر النطاق عن الجلابيات، فبدأت فساتين سهرة وفساتين زفاف. الحمد لله برضو الحمد لله لقت إعجاب جدا كبير، فقلنا ناخذ الخطوة الأكبر ونبدأ بالبوتيك. فالحمد لله فتحت البوتيك والحمد لله نال إعجاب الجميع الحمد لله. للأمانة أول ما فتحت البوتيك ما كان في أي صعوبات، رغم أنه هذه يعني الكلمة ممكن ما تغير يعني، أو في ناس يقول لك لا لقينا صعوبات. للأمانة كانت في تسهيلات جدا جدا كبيرة من قبل الدوائر الحكومية، سواء البلدية أو الدفاع المدني أو البنوك فتح الحسابات، كل الهيئات الحكومية كانت يعني جدا سهلة، يعني ما أخذت معي 24 ساعة كل قطاع أو كل منطقة، فما لقيت صعوبات للأمانة في أي شيء. إذا عندك مشروع توكل على الله أول شيء، ثاني شيء ثقي في نفسك، أعطي لنفسك الثقة وإنك أنت إن شاء الله كفء إنك أنت تكون بهذا العمل. ممكن تلاقي شوية صعوبات في البداية إنه الناس ما تعرفك، ولكن اجتهدي في التسويق، التسويق الصحيح في الأماكن الصحيحة، وإن شاء الله تلاقي الشهرة والنجاح بأمر الله تعالى. زي ما أنتم شايفين الفستان اللي لابسته الموديل كحلي، عبارة عن درابيه من الصدر الكت في ومن تحت كذا طبقة، متوفر بجميع الألوان في البوتيك. زي ما أنتم شايفين الجمب سوت الأخضر عبارة عن أكمام طويلة أوف شولدر، يناسب حفلة خطوبة أو سهرة بسيطة. بعد كده شايفين الموديل لابس الفستان الفوشي، عبارة عن طبقات، الصدر مختلف عن الفستان الكحلي، حطينا له أكمام بسيطة وضفنا له أحجار حتى يناسب حفلة خطوبة لعروسة أو شبكة. بعد كده نجي للفستان الترتر، فستان الترتر مختلف نوعا ما، ماسك على الجسم، في درابين من عند الحزام، وعملنا جزء بسيط من الأكتاف باين شوية وكم طويل. فستان العروسة متميز جدا، زي ما انتم عارفين الآن عندنا كورونا والحفلات بتكون بسيطة وناعمة، فحبينا نوفر للعرايس فساتين بسيطة تناسب العدد الأقصى اللي هو 20 شخص، فمتوفر كم طويل دنتيل وطرحة ناعمة وبسيطة تناسب إن شاء الله العرايس. وتبقى البساطة هي رمز للأناقة. شكرا عزة على هذا التقرير الرائع. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل سعودي يجعل الصورة تتحدث ويرسل من خلالها رسائل معبرة. قد شفتوا الصورة تتكلم؟ قالوا ممكن إنه صورة واحدة تغني عن 1000 كلمة، بس هل ممكن صورة واحدة توصل فعلاً 1000 كلمة ومعنى؟ ضيفنا اليوم قدر يوصل من كل صورة حكاية ورسالة، وقدر إنه يغير مشاعر الناس ويلهمهم بطاقته الإيجابية. حنتعرف اليوم على أثر الصورة على الإنسان طبعاً مع ضيفنا الأستاذ محمد باحويرث، مصور فوتوغرافي معنا عبر سكايب. هلا وسهلا بك يا محمد.
يا اهلا وسهلا، الله يحييك. يا اهلا وسهلا. سبب حبك للتصوير الفوتوغرافي، هل هو بسبب إلهام جاءك من الغروب؟ يعني أغلب صورك تتحدث عن الغروب. في نقطة أنا بحكي عنها هي ترتبط بالتصوير. نعم. دائما أقول سبحان الله، السعادة الحقيقية في أنك تعيش الحياة بإيجابية بتفاؤل. صح. وتعيش الحياة بكل تفاصيلها وبكل جمالها. فسبحان الله التصوير هو الوسيلة اللي خلاني أنا أفرغ هذه الطاقة. هلاني سبحان الله بتبقى عندي زي رسالة إنه أنا أبغى الناس تشوف قديش أنا بشوف الحياة حلوة، قديش بشوف الحياة جميلة، قديش إحنا لازم نعيش الحياة ببساطة وتفاؤل وحب. الله. فهذا شيء خلى عندي شغف إنه أنا كل مالي بصور الغروب، بصور البحر، لأنه الغروب دائما بيدل لي إنه النهايات دائما جميلة، والبحر بيدل لي إنه بالطاقة الإيجابية، فصرت أربط النهايات الجميلة مع الطاقة الإيجابية. نعم. وهذا الشيء اللي خلاني دائما بصور الغروب والبحر في اكثر صوري، لانه هذا الشيء بخليني مره سعيد. حلو. طيب محمد، خليني اسالك، الغروب تقريبا كم يقعد، ربع ساعه او نص ساعه؟ من ربع ساعه الى تقريبا حسب، هو بالكثير نص ساعه. طيب في ساعة. الفتره اللي يسمونها ذا جولدن اور هي بالضبط متى تكون؟ تقريبا تكون قبل الغروب بنص ساعه بالضبط. فإحنا المصورين ليش بنصور في الجولدن أور؟ لأنه كل ما كانت إضاءة الشمس ناعمة على أي شيء نصوره، كل ما أظهرنا جمالية الشيء. فدائما إحنا في جميع تصويرا للأشخاص أو البحر أو 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 أي منظر بنصور دائما في الجولدن أور. جميل. يعني يمكن قاعدين نعرض لك كمان الصور اللي أخذتها، جميلة ورائعة وفيها دقة عالية في الألوان والتركيز على الأوبجكتس. يعطيك العافية محمد، وشكرا لك. لكن أنا عندي سؤال جدا مهم، لأن موضوع الغروب أتوقع كلنا نحب نصور الغروب، كلنا إذا قعدنا على البحر في وقت الغروب نحب نصور الغروب، لكن أنت كيف تختار اللوكيشنز أو المناطق اللي تكون يعني مختلفة؟ أحيانا يكون غروب عن غروب مختلف، يعني مو كل غروب بيجي فيه الخطوط الموف أو اللي لونها وردي أو الأورنج. اللوكيشنز كيف تختار، بناء على إيش؟ ولا هو الغروب واحد في أي مكان في العالم، مفروض بحر وشمس؟ هو على حسب شكل السحب دائما، على قد على كيف يكون شكل السحب، على قد ما لون الغروب سبحان الله بيتغير. أحيانا يكون لونه موف، أحيانا نعم. بيكون لونه أحمر، أحيانا بيكون لونه برتقالي. فدائما نحرص قد ما نقدر نصور الغروب بأثناء ما يكون في سحب. الله. السحب لما متواجدة دائما سبحان الله، كل شكل للسحاب بيدي لون الغروب شكل. إيه؟ فهذا الشيء بخلي سبحان الله دائما بطلع صور بألوان الغروب، يعني كل لون غروب بشكل ثاني. ودائما بشوف اللحظة اللي تكون فيها سحب في السماء لقيني أخرج على طول على الغروب وأصور. يعني صراحة يا محمد جعلتني أحب الغروب، وأنا من عشاق الشروق صراحة. محمد خليني أنتقل معاك إلى محور آخر، وهو شغف الأكل، وهذا أعتقد أننا إحنا الاثنين نتشارك فيه، تصوير الأكل. وهذا يبغى له احترافية ودقة عالية، فأنت كمان بارع في هذا المجال، فكلمنا عنه أكثر. أول شيء أنا سبحان الله ما كنت أحب تصوير الأكل، بس حبيت تصوير الأكل في بداية جائحة كورونا. كنا جالسين في البيت أنا والوالدة وأختي، ما نعرفين إيش نسوي، فقلت للوالدة في رمضان، أنت عارفة تسوي الشوربة والسمبوسة والأشياء حقت رمضان. وكنت أقول لها اديني الأكل حقك أنا أصوره. فسبحان الله كانت بداية لي حلوة، كنت أعرض الصور في السوشيال ميديا ولاقي تفاعل مرة حلو. هذا الشيء خلى عندي حماس إنه أنا أطبخ بنفسي وأسوي الأكل بنفسي وأصور الأكل بنفسي، إلين سبحان الله ما صار تصويري للأكل مرة يعني كل ماله يتطور. حلو. وإلين دحين الحمد لله صورت لي الآن الحمد لله 90 مطعم الحمد لله في خلال سنة. ما شاء الله. هذه حاجة مرة حلوة الحمد لله. ما شاء الله عليك. طيب مبدأ إنه وراء كل صورة حكاية، إيش في صورة مؤثرة فيك أو كذا لها حكاية لك قريبة من قلبك؟ في من الصور اللي أنا صورت رجال كبير في السن كان على عكاز يمشي في جدة التاريخية، وسبحان الله الصورة عجبتني وصورتها. لا لا يا محمد، الصورة هذه تفضل أنت معنا. أيوه هذه تفضل. صورة رائعة، رائعة جدا، كلمنا عنها تفضل. هذه الصورة أنا صورتها في جدة التاريخية، وسبحان الله حطيتها في السوشيال ميديا، ما توقعت قديش بلاقي تفاعل عليها. إلين جاتني رسالة على الخاص، واحد قال لي يا شيخ مرة شكرا، الله يديك العافية، أنا إنسان مغترب ما شفت أبويا من يمكن من سنين طويلة،
والآن سبحان الله بصدفة معينة أنا شفت والدي الله يجزاه خير، والله رتت عيوني دمعت يا الله صراحة، يعني شاف أبوه اللي لي سنين ما شافه عن طريق هذه الصورة. فقول له طب أنت ما شفت يعني ما شفت وجهه كيف؟ قال لي أنا أعرف هيئة أبويا، ما ضيع عمري ما ضيع. فسبحان الله من الصور اللي أثرت فيها كثير هذه الصورة. الله الله، يعني الأمانة الصورة أثرت فيك وأثرت فينا محمد. لكن خلينا نسألك عن اختلاف التصوير. أرجع أقول إحنا كل يوم نمشي ونصور، نصور أشياء، نصور منتجات، نصور أنفسنا، نصور ناس، أيا كان اللي نصوره. الاختلاف هذا يعني كيف أنا مثلا إيش اللي أحتاجه عشان مثلا أصور كوب قهوة؟ أنا أحب أصور قهوتي، معروف أصور قهوتي في الليل وفي الصباح كل يوم. إيش الأشياء اللي أحتاجه عشان أصور كوب قهوة وتطلع الصورة حلوة؟ إيش اللي أحتاجه عشان أصور نخلة وتطلع النخلة حلوة؟ إيش اللي أحتاجه عشان أصور مثلا سيلفي وتطلع حلوة؟ إيش الأشياء أو التكنيكس اللي نحتاج نعرفها لكل صورة؟ صدقيني هو المبدأ مو على عدسة ولا على كاميرا. أنا دائما أقول روحك هي صورك، على قد ما أنت تحب الحياة وعلى قد ما أنت إنسان إيجابي صورك حتكون مرة جميلة. لا مش دائما في فرق بين والله شوف أنا أقول لك حاجة، دائما في فرق بين الصورة الجميلة وفي فرق بين الصورة المؤثرة. دائما أنا أحرص قد ما أقدر أن تكون الصورة مؤثرة، يعني الواحد لما يجي يشوفها بحس بطاقة إيجابية في الصورة، فدائما طاقتك وداخلك هي صورك. ولا أقاطعك، أنا روحي مثلا حلوة بس ما لي حظ بالصور، أطلع يعني تحفة في الصور، بس لما أشوف الإضاءة مثلاً كويسة أوكي تضبط معي الصور. فلا تقول الروح تضيق صدورنا، في ناس روحهم حلو تطلع بالصور يطلعون شلون ما تضبط معاهم الصور. فأعطينا أشياء غير الروح، أعطينا تكنيك، يعني أعطينا شيء أنت قاعد تستخدمه في الصور. هو شوفي أنا زي ما قلت لك، هو شيء روحك. تاني حاجة إنه إحنا بنختار الوقت المناسب، يعني زي ما أنا تفضلت قلت لك من ناحية إنه أنا لو بصور البحر لازم يكون وقتها يكون في سحب، لانه صورة البحر من غير سحب حتلاقي الصورة مرة ميتة صراحة، ما كانك بتصور البحر. السحب دائما الجولدن اور. لازم تتعلمي في تكنيك في برنامج اسمه لايت روم. اللايت روم هذا جدا مهم في تعديل الصور، كل مصور عنده تكنيك معين يعدل فيها الصور عشان يطلع بصور مميزة. فدائما برنامج اللايت روم يعني ليه 60% من جمالية الصور، اللي هو برنامج اللايت روم هذا جدا 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 انصح فيه اي احد يصور. حلو. وموجود في الجوالات. في الجوالات الايفون ولا الاندرويد؟ الايفون طبعا. كل الجوالات. طيب كويس عشان نكون عنصريين. طيب محمد، يعني احنا لاحظنا ما شاء الله تصويرك للاماكن وللطبيعه، ماذا عن تصوير الناس، وجوه الناس؟ هل يستهويك هذا الفن ايضا؟ والله للان بصراحه يعني ماني متعمق في هذا المجال. الشيء اللي متعمق فيه أكثر شيء هو تصوير المناظر وتصوير الأكل، لأنه أنا صراحة لقيت نفسي فيه، فهذا الشيء اللي أنا جالس قد ما أقدر أطور فيه. وأنا الآن مقتصر على جدة، وإن شاء الله يا رب اكتب لي أصور المملكة كلها والعالم كله إن شاء الله بإذن الله بطريقتي وأسلوبي إن شاء الله، وخلي الناس خلي الناس يشوفوا قديش الحياة حلوة. الله. طيب محمد، ودي أسألك، زميلتي قبل شوي سألتك إنها كيف تصور كوب القهوة حلو، مهم عند مها، وما نبي مها تطلع من هذه الفقرة بالذات اللي هي مستفيدة وأنا بعد أستفيد. كيف ممكن نطلع بصورة كوب قهوة حلو؟ لا، هو صورة كوب القهوة تعتمد على جمالية الصورة بس ما تعتمد على روح الصورة. يعني أنا أصور لك كوب القهوة بزاوية رأسية زاوية 90 وبعدلها شوية فوتوشوب ووريكي هي، بس ما حتكون الصورة فيها روح زي ما لما أنا أصور البحر والغروب. حتكون صورة جميلة. انت مصر على البحر والغروب. طيب انت يمكن شكلك في جدة عندك بحر وغروب، احنا ما عندنا بحر وغروب، فليش تزعلنا؟ يعني نقول لك كوب قهوة، نقول لك اكل، نبغاك شوي تخطى الموضوع هذا. انت مصر على البحر والغروب. البحر عندنا لازم. يعطيك العافية محمد. طيب الحين سؤال، يعني انا احس الاضاءة جدا مهمة. الحين لما انا ابغى اصور مثلا خلينا نقول منتج أصوره في الصباح، يعني أنت يعني تشوف أنه يتصور في الفترة الصباحية مثلاً 9-10-11 أو في العصر أو في المغرب، متى أفضل وقت نقدر نصور فيه منتجات تكون الإضاءة هادية، ما تكون الشمس المزعجة ولا تكون اللي ظلام؟ لا تصوري في إضاءة الشمس، صوري في إضاءة النهار اللي هي تكون من وقت الشروق إلينا الساعة 9، هنا بتكون الإضاءة جدا باردة وجدا مرة ناعمة. وعندك من فترة الغروب اللي هي الجولدن أور من قبلها بساعة إلين ما تغرب الشمس، هذا أفضل وقت إنك أنت تصوري فيه
اي منتجات، والصور بتطلع مره صورها جدا يعني الصور بتطلع مره طبيعيه والوانها مره طبيعيه. فانا انصحك دائما انه في وقت ما تشرق الشمس لين الساعه 9 9 ونص مره يتسنف، ولا تصوري في اضاءه الشمس، لا في اضاءه النهار. النهار جميل. محمد بحوارث مصور فوتوغرافي، يعطيك العافيه وشكرا لك على الاشياء البسيطه اللي علمتنا عليها. مشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم. البيوت أسرار كثير، من الأسر اللي تعاني من فرد مدمن ودائما تتساءل إيش هو الإدمان وكيف ممكن نعالج أبنائنا ونخليهم يرجعون لحياتهم الطبيعية زي باقي الناس. خلونا نعرف أكثر إيش هو الإدمان وكيف ممكن نأهل المقربين منا من هذا المرض في هذا التقرير التالي اللي أعدته لنا زميلتنا ياسمين عبد الكريم. أشبه مرض بالنسبة لمرض الإدمان هو مرض السكر. الكثير من الشباب والشابات يتعرضون للمرحلة هذه اللي هو الاستخدام أكثر شيء بسبب ضغط الأقران. المدمن الآن إيش مشكلته؟ مشكلته مشاعره، هو عنده مشكلة بالمشاعر. الشعور عند مريض الإدمان شعور مؤلم جداً، وحنا نحن هنا في قويم نشعر بهذا الشعور. المطلوب شيء بسيط وهو رغبة صادقة في طلب المساعدة. نحن في قويم نتعامل مع السلوكيات الإدمانية عموما، يعني هدفنا ورؤيتنا انه احنا يعني نقدم استثمار اخلاقي، نقدم يعني مساعدة لمرضى الإدمان، لانه احنا حقيقة نشعر بألم مريض الإدمان. الإدمان يبدأ من المرحلة الأولى اللي هي الاستخدام. الكثير من الشباب والشابات يتعرضون للمرحلة هذه اللي هو الاستخدام أكثر شيء بسبب ضغط الأقران، ولكن يضطرون للاستخدام أو يكون في موقف يستخدمون فيه، أي يتعاطون مادة ما. ولكن البعض ينتقل إلى المرحلة التالية اللي بدل الاستخدام يصبح سوء استخدام. للأسف إذا استمر في المرحلة هذه اللي هي مرحلة سوء الاستخدام قد ينتقل، أو من المؤكد أنه سينتقل إلى المرحلة الثالثة اللي نسميها الاعتمادية أو الإدمان. هذه مرحلة صعبة ومرحلة متقدمة، يصبح محور حياته السلوك الإدماني أو المادة اللي هو يتعاطاها. للانتقال من التعاطي إلى التعافي المطلوب شيء بسيط وهو رغبة صادقة في طلب المساعدة. مريض الإدمان يعني يعاني من ألم، احنا نستطيع ان احنا يعني نسكن هذا الألم بالطريق الصحيح بعيدا عن المسكنات اللي تسبب يعني مشكلة إدمانية، سواء في العقاقير المخدرة، سواء في المخدرات، سواء في الجنس، سواء في التسوق. جميع يعني الإدمانات هي تسكن ألم في الشعور. احنا الحمد لله استحدثنا العلاج بالفن، هو حاجة جديدة عموما بالشرق الأوسط، يمكن لأول مرة بالسعودية. عندنا فروع كثيرة، لا يعني قدمنا العلاج بالشعر، قدمنا العلاج بالفن التشكيلي، قدمنا العلاج بالموسيقى، وإن شاء الله بالعاجل القريب إن شاء الله راح نقدم العلاج بركوب الخيل، وكمان العلاج بتنسيق الأزهار. بالنسبة للشعر أضفنا كمان الموسيقى مع الشعر، سواء بآلة معينة أو تشغيل صوت معين يحاكي مشاعر معينة، والحمد لله يعني كان شيء كويس. شكرا لك ياسمين عبد الكريم على هالتقرير اللي فعلا حساس
وممكن يحتاجون بعض الأسر، بعض الناس اللي ممكن للأسف انجرفوا في هذا الطريق أو طريق الإدمان بشكل أو بآخر. وعلى فكرة لما إحنا نقول إدمان يا جماعة، مو معناته إدمان المخدرات فقط أو المخدرات بالمعنى المتعارف عليه أو بالمعنى السائد اللي هي يعني مسميات مختلفة. ترى في إدمان حتى البين كيلرز أو اللي هي المسكنات اللي إحنا نأخذها عشان راسنا مصدع، هذه تعتبر من أنواع الإدمان، بس إحنا ما نعطيها هذا الاهتمام لأنها ممكن ما تأثر التأثير، لكن في نفس الوقت ممكن يكون إدمان. في ناس ما تكمل يومها إلا لما تجي تأخذ حبة مسكن عشان راسها مصدع أو عشان ظهرها يوجعها، ويتحول بعدين إلى إدمان، يصير حتى لو مو راسها مصدع مضطرة تأخذ هذه الحبة. القهوة يا جماعة إدمان، القهوة أكبر إدمان، تحتوي على الكافيين، لكن إحنا نتكلم الحين أو في هذا التقرير بالتحديد للناس اللي ممكن تأثر على حياتهم بشكل سلبي، الناس اللي ممكن أنها تسبب لهم مضاعفات. ففعلا شكرا لمثل هذه المراكز اللي مهتمة في هذا الموضوع. ولفتني شيء في التقرير يا بنات اللي هو العلاج بالفن أو العلاج بالموسيقى، يعني حبيت هذا العلاج أو طريقة هذا العلاج، ممكن أنه حتى ما يتدخل في الأدوية، ما يضيفون على جسم الإنسان أو الشخص المزيد من الكيماويات خلنا نقول. فبالعكس والله هنيئا لنا بهذا البلد اللي يهتم بكل أفراد المجتمع. ولأي عائلة يعني يكتشفوا أنه عندهم ابن أو ابنة مدمنة لأي نوع من أنواع الإدمان اللي معروفة هذه، لا تسكتوا ولا تستحوا ولا تخافوا ولا تقولوا لا خلينا نسكت على الموضوع ونستر عليه وما نبغى فضائح. لا، ما راح تصير فضائح، لأنه هذه الأماكن السرية فيها تامة، من حق أن الواحد يتعالج، من حق أن الواحد يطلب المساعدة بسرية تامة، لأنه ابنك أو بنتك لا سمح الله لو وقعوا في هذا المستنقع ترى وطولوا فيه تصبح العواقب وخيمة وتصبح النهاية جدا جدا سيئة. فلن لا نقعد نخوفهم أو نحبسهم أو إننا نضربهم أو نعنفهم، خلينا نحتوي هذا الموقف بعقلانية ونحاول نجد الأمور والوسائل اللي نخرج فيها هذا الابن أو هذه البنت اللي ضلت طريقها وربما كانت مع شلة سيئة وأصحاب سوء وذهبت إلى هذا الطريق. لكن العلاج موجود والأماكن موجودة، وحتى وزارة الصحة موجود أماكن إنك تقدري تبلغ فيها إنه أنا عندي مدمن في البيت ساعدونا، وراح يساعدوكم أكيد بسرية تامة. وعلى أطفالكم بالهون، خليكي صاحبتها، خليك صديق ولدك، يعني روق بالك عليه ولا تحاول إنك أنت تضغط عليه. ممكن إنك أنت ما تواجهه وتلمح له بتلميحات، طبعًا إحنا مو دكاترة نفسيين نقعد نعطي أفكار ونعطي طرق، بس يعني في ألف طريقة وطريقة. وأفضل مكان تستشير فيه الأماكن هذه زي اللي قبل شوي أتوقع مركز قويم اسمه، ممكن تستشيرهم وبيتعاملون معاك بسرية تامة. هذول أمانة عندنا، فلازم ننتبه. خليني أضيف على كلامكم بنات نقطة مرة مهمة، اللي هي فعلا لا نعاملهم كمجرمين. للأسف يمكن كثير من أفراد المجتمع أو الأهالي الأمهات والآباء يأخذون الموضوع بشخصنا، يأخذون أنه هذا الشخص أو هذا الولد أو البنت أو أيا كان إنسان منفلت وإنسان ما في خير. تلقون فيهم خير كثير، تلقون هذا الشخص بالعكس أطيب من قلبه ما في، أحن منه ما في، أبر منه ما في، لكن كتب الله عليه وعلى قولتهم أنجرف مع التيار بطريقة أو بأخرى أو بحالة بسبب حالة نفسية أو أيا كان. لا تعاملهم كمجرمين. أنا يمكن لو بقول شيء في هذا الموضوع، عاملوهم كمرضى، لأنه فعلا يعتبر مرض، يعتبر زي اللي يعني في مرض شين أو في أي مرض عضوي، لكن هذا مرض عقلي لأنه مو بعقله قاعد يستخدم شيء المفروض أنه ما يستخدمه، بسبب خلنا نقول صدمة عاطفية، بسبب صدمة في الحياة بأي شكل كان، انفصال الأبوين أيا كان، أو وجوده في المكان الخطأ مع الأشخاص الخطأ في الوقت الخطأ، ولعل يمكن شخصيته كانت ضعيفة وما في ما كان في كنترول عنده. فلا تعاملونهم أنه أنت مجرم، أنت سيء، أنت أخلاقك بالعكس، أنت كذا قاعد تزيد الطين بلة، قاعد تكب على النار غاز على قولتهم، ما أنت قاعد تهدي، ما أنت قاعد تعالج. المراكز كثير، الأطباء موجودين، في أطباء نفسيين، ممكن ما يحتاج حتى أنه يروح مركز، ممكن بس
يقابل طبيب استشارة. يقول انت ايش مشكلتك، ممكن صح. يوصف له الدواء اللي ينفع له، او لانه في النهايه ترى ادويه، يعني وش المخدرات وش الادمان، ترى بالنهايه ادويه، بس ان الشخص يستخدمها وهو ما نوصفت له هذا، ما نوصف له هذا الدواء. وفي النهايه هذول اولادكم، هذول بناتنا، هذول اولادنا وافراد من هذا المجتمع، احنا لازم نحافظ عليهم، لازم ننتبه لهم، ولازم انه احنا نعاملهم بالطريقه الصحيحه، وزي ما قلت ما نزيد الطين بله، لان هذا اكبر خطا. صح، ومهم جدا قبل ما يعني اي احد يصل لهذه المرحله، البدايه من البيت، الحوار، اننا نكون قريبين من ابنائنا، ندعمهم، نسمع لهم. الجيل ده مختلف، يعني اكيد انا اكيد مختلف عن جيل امي، واكيد ابنائي مختلفين عني، يمكن ما نستوعب هذا الانفتاح، ما نستوعب تطلباتهم او رغباتهم في هذه الحياه، ولكن مهم جدا اننا نوسع من فكرنا ونوسع من عقليتنا ونستوعب هم كيف يفكروا، نكون قريبين منهم، دائما نكون احنا الشخص اللي دائما يلجؤوا له، لا نخليهم يلجؤوا للخارج. صح. انا امي تضربني ما تسمح لي، انا ابويا شديد عصبي، لا خليهم انا الملجأ الاول، دائما حسسيهم بالقرب بالامان، انه انا اللي تتكلم معايا، انا اللي تشاركني همومك، انا اللي تقول لي كل شيء، ما يحسوا انهم يخافوا مننا قد ما يحسوا اننا احنا اصحابهم واهلهم. صح. واحنا منهم. صح. فيهم، يعني دائما نديهم هذا الامان. صح، وبعدين يعني انا اتوقع هذا الشيء من الصغر. ريم قلتي كلمه حلوه عجبتني، اللي هو يخافون، ترى الخوف مو بحلو. صح، الخوف عمر الخوف ما يربي الخوف. صح. الاحترام لما هو يكون خايف مني فطفلي ما راح يسويه بس بمجرد وجودي عنده. صح. صح. بس الاحترام راح يمنع من اشياء كثير، لانه يحترم حضوري وغيابي بنفس الوقت. صح. فحلو نربي عيالنا على الاحترام. صحيح. مشاهدينا، في ختام حلقتنا خلونا نذكركم وكالعادة المشاركة في استفتاء سيدتي عبر هاشتاج استفتاء برنامج سيدتي، وسؤالنا لكم واللي نسألك كل يوم، وش المواضيع اللي تحبون نستعرضها معاكم في البرنامج. نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في نفس الموعد.